ورجعنا لكم في حلقة جديدة من سيارات الوكالة. معاكم أحمد إكرام صاحب معرض أوتو مودي وشريك في معرض فوكس تريد. أنا حضراتكم جايب لكم النهاردة مفاجأة حلوة، العربية الكيا السيراتو 2015. طبعا عربية جميلة جدا، كل الناس بتحب العربية الكيا السيراتو، أداء حلو. العربية دي تاني فئة خليجي، العربية دي مفاجأة، عاملة 20,000 كيلو، دي تاني فئة خليجي. العربية دي مميزاتها شنط سبور 15، فجات، سبويلر، شاشة اندرويد تاتش وكاميرا خلفية، وفيها اي بي اس وايرباك وسبويلر كمتر رحلات. يا جماعة العربية دي فابريكا بره وجوه بالكامل، صيانتها كلها في التوكيل، عاملة 20,000 كيلو. صاحبها من الناس اللي بتستخدم العربية استخدام راقي جدا، استخداماتها قليل. في ناس بتستخدم العربية حياتها كلها العربية، وفي ناس بتستخدم العربية للضرورة. العربية دي من الناس اللي بتستخدمها للضرورة فقط، يعني في ناس عندها عربية واحدة في البيت، وفي ناس عندها عربيتين، عامل عربية للمشاوير الطويلة وعربية للمشاوير الصغيرة. فهنبدأ نعرفكم على العربية. العربية دي فيها نظام الاي بي اس، وفيها ايرباج، وفيها فوجات. عربية نظيفة جدا، عاملة 20,000 كيلو، وسعرها كويس جدا، 265,000 جنيه. لو حابين حضراتكم تعينوا العربية وتفرجوا عليها، تابعوا صفحتي على الفيسبوك أحمد إكرام، وإن شاء الله أقدر أجيب لكم أحسن العربيات بأقل الأسعار إن شاء الله.